إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، فمع درس جديد من دروس صحيح الإمام البخاري، انتهى بنا المقام في الدرس الماضي من كتاب العلم عند تبويب الإمام البخاري، باب الاغتباط في العلم والحكمة. من يقرأ؟ تفضل. باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تشوذوا. نعم، إذن إخواني في الله، هذا تبويب جديد كما أسلفنا من تبويبات الإمام البخاري من كتاب العلم، فهو يقول: باب الاغتباط في العلم. ما معنى الاغتباط؟ ما معنى الغبطة؟ تفضل. نعم، فالاغتباط أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوال هذه النعمة عنه. فأنت قد ترى إنسانا قد أكرمه الله عز وجل بنعمة، فتتمنى أن تكون عندك هذه النعمة، وفي نفس الوقت لا تتمنى أن تزول هذه النعمة عنه، فهذا يسمى الغبطة. بينما إذا تمنيت زوال النعمة عنه فهذا ماذا يسمى؟ فقط الحسد. فبالتالي الحسد كما قال الله: ومن شر حاسد إذا حسد، أمر مذموم. بينما الغبطة أمر ليس بمذموم. ولكن انظروا إلى هذا التوجيه النبوي بعد ذلك، والإرشاد إلى ماذا تكون وبما يكون الغبطة. فالمسلم صاحب الدين وصاحب الديانة يحرص أن تكون الغبطة فيما يقربه من الله جل في علاه، لا أن تكون الغبطة في أمور يتنافس عليها الناس فيهلكون. فهنا قال: الاغتباط في العلم، هذه الغبطة التي يريدها المسلم، فهو يرى أخاه قد أكرمه الله عز وجل بالعلم، ويرى شيخه قد أكرمه الله بالعلم، فيتمنى أن يكون عنده من العلم مثل ما عند شيخه أو مثل ما عند أخيه، ولكنه لا يتمنى زوال العلم عند شيخه أو زوال العلم عند أخيه. فهذه هي الغبطة في العلم، باب واسع
إذا سلكه وصار فيه المرء تقرب فيه إلى الله جل في علاه وعظم في عالي سماه.